المجلس التصديري للصناعات الغذائية خصص جناح للشركات الصغيرة عشان يساهم بقوة في تسويق منتجاتها في معرض جالف فود. تعالوا نتعرف على الشركات المصرية الصاعدة في عالم الصناعات الغذائية. دكتور عمرو هلال، حضرتك بترأس شركة هيلستيك، بس اللي عايز أقوله أنها شركة مختلفة، بحث علمي بنحوله لشكل من أشكال الصناعات الغذائية، سواء في بار بروتين، سواء في بسكويت ويفر، سواء في أولي في كياس ممكن تكافح الزهايمر. أفكار حلوة وخدنا جوائز عالمية. عايز أسمع القصة. أنا دكتور صيدلي، كنت بدرس سابقا في كلية الصيدلة جامعة القاهرة، ولي الحظ أن أنا يعني عندي وعي أنا بعمل إيه، وعندي حظ أن أنا مازلت محتفظ بالأساتذة اللي هم بقول عليهم الثينك تاج، اللي هي مصادر التفكير في مصر سواء في مجال الصيدلة، وأضفت لي برضو الثينك تاج اللي في مجال الأغذية. نظرتي المتواضعة أن اللي يقدر يعمل طفرة هو المزج ما بين العلم الصيدلي وعلم الأغذية علشان نطلع منتجات الماركت العالمي بتاعها فوق ال 500 مليار يورو. ده رغم كبير جدا. ده احنا تقولك بس ده رغم كويس جدا. طبعا ده رغم كويس جدا طبعا. في مصر انا بتكلم جنرالي، احنا اسهمنا متواضع جدا، وعلشان كده يعني لقينا اذان صاغية في أكاديمية البحث العلمي ان هي تسابورت اس ان احنا نعمل منتجات بيزد على بحث علمي، وتبقى قبل انها تنافس وتقدم حاجة مش موجودة في المنتجات العادية. احنا دلوقتي عندنا الفرصة التالية، عندنا خامات في مصر مهدرة القيمة المضافة بتاعتها قليلة جدا، يا اما بيتم التخلص منها خالص، واحنا كصيادلة عارفين القيمة بتاعتها، زي ردة الرز البني بتبوظ بسرعة. ردة الرز البني دي يطلع منها حاجات كتير جدا، زي بنتكلم على البكتين، زي مواد صيدلية اخرى كتير من مواد خام. ده التوجه بتاعنا ان المادة الخام لازم تكون موجودة من مصر، ونضيف عليها العلم الصيدلي وندخلها بعد كده في أغذية علشان نقدم قيمة للناس في مصر، وأظن كمان للعالم كمان. وبناء على كده خدنا جوائز من سويسرا من معرض الابتكار في سنة 2018، خدنا جائزة ذهبية وجائزة فضية، ومعالي وزير التعليم العالي والرئيس أكاديمية البحث العلمي كرمونا بشهادات تقدير. و2020 برضو قدمنا حاجة متميزة جدا، بما ان احنا في الموجة بتاعت الكورونا عملنا حاجة مبتكرة من بعض زيوت الطيارة، من المواد اللي بتنمو في مصر زي النعناع وزي حشيشة الليمون وزي الزعتر وزي الكافور، عملنا منها خلاصة معينة واختبرناها في المركز القومي للبحوث، ولقينا ان هي لها تأثير مساعد. ما نقدرش نقول ان هي بتقاوم الكوفيد، لكن لها تأثير مساعد، والتأثير ده شافت سويسرا ان دي شغل فعلا بتاعنا قيم، وعملناه بشكل صيدلي متميز على شكل اقراص الاستحلاب تساعد الى حد كبير. دي الحاجات دي يا دكتور زي الحاجات دي تساعد لحد كبير، زي ما الكمامة بتساعد، دي برضو هتساعد تسلك الزور، خلينا نقول عشان الناس تفهم، يعني اذا دخل يعني بتقلل ان الفيروس يلزق في الحنجرة. دي شيء مهم جدا. مهندس احمد الخياط، شركة فيجي فارم، يعني اللي يعدي من قدام التلاجة بتاعت حضرتك اللي بتبيع الخضار المجمد أو الفاكهة المجمدة لازم يقف. الخضار والفاكهة فريش في صورة مجمد، يمكن السبب إن حضرتك في الصلاحية بتستخدم أنفاق تجميد قوية جدا سريعة جدا. عايز أسمع من حضرتك، شركة فيجي فارم موجودة في قلب الصلاحية صح كده؟ مظبوط. ما بين الحصاد لغاية التجميد اللي هي سلاسل التبريد قد إيه؟ المسافة ما تعداش 4-5 كيلو، وده كان سبب كبير من اختيارنا المكان اللي المصنع يكون جنب الأراضي، عشان نقدر نقدم منتج محتفظ بكل العناصر الغذائية، ما كانش يفقدها من أي منتج زراعي بعد الحصاد. كل ساعة أو كل دقيقة بيفقد من صحيح من الفيتامينز والمينرالز اللي فيه. يعني انت من حصاد الفراولة لغاية لما تجي لك المصنع، من باب المصنع لغاية الدخول في أنفاق التجميد اللي بتوصل معها الماينس 18 والماينس 30 دي خلال قد ايه؟ يعني التجميد من ساعة دخول المنتج عندنا في المصنع، من ساعة دخول المنتج للمصنع لغاية التجميد ما بياخدش أكتر من 30 دقيقة عندنا. يعني ده كله أجهزة ايكو اف صح كده؟ اه صح، مش فريون. لا التجميد عندنا ايكو اف،
بالغاز الأمونيا مش الفريون. غاز الأمونيا معروف بقوته في التجميد وفعاليته الأكتر، وفي الكميات بيكون أحسن من الفريون بكتير. أسواقنا بقى حضرتك النهاردة من أهم المصدرين للفراولة، حضرتك بتصدر حوالي 3000 طن 4000 طن فراولة مجمدة. 4000 طن الحمد ما شاء الله عليك. طيب إزاي بقى نخليهم 10 و 15000 طن؟ دماغك راحة فين؟ استراتيجيتك في الشغل عاملة إزاي؟ استراتيجيتي رايحة اللي احنا في الزراعة. هترجع تزرع؟ لازم. تمام، دي خطوة دي كويسة جدا. هتزرع في الصلحية؟ نزرع في الصلحية. احنا في الفعل ابتدينا نعمل شراكات مع الموردين والمزارعين بتوعنا وبنمولهم عشان نضمن يجي لنا الكميات اللي احنا عاوزينها، بس برضو حضرتك عارف الاشتراطات بتاعت الاتحاد الاوروبي، ودلوقتي احنا مطلوب مننا منتجات في امريكا والسوق الياباني، ففي اشتراطات قاسية جدا في المبيدات، فلازم اللي احنا نتحكم في المنتج الزراعي كويس جدا، لان بيطلبوا تراسيبيليتي عالي جدا، فلازم تتبع، فلازم اللي احنا نزرع ولازم من الالف لليه يكون عندنا ادارة زراعية. ربيع مصطفى رئيس شركة كلانديولا هيربس. ربيع احنا مع حضرتك من البداية، فاكر؟ فاكر يا صاحبي. النهاردة احنا موجودين في دبي، ربيع مصطفى بيصدر لجميع دول العالم، بيصدر نباتات طبية وعطرية. اولا طمني على المصنع بتاعك في الفيوم والتوسعات بتاعته، طمني على اسواقك الجديده، طمني على ربيع مصطفى عامل ايه؟ الحمد لله ابن الجدعان، خلي بالك خلي بالك. اكيد طبعا يا استاذ محمد. الحمد لله، واحنا من البدايه جدا، من البدايه واحنا مع بعض، من بدايه المشوار، بدايه فتح السوق التصديري لكل دول العالم، الحمد لله تم تحديث المصنع، دخلنا خط انتاج من افضل خطوط الانتاج الموجوده في مصر، كله الملمس بتاعه ملمس استلس، بحيث ما يكونش عندي المنتج بتاعي ما يعديش على اي حديد، وما يحصلش عندي نسب معادن بعد ما العميل يحلل البضاعة بتاعته بره. بفضل الله دخلنا عملنا ريبورت سميتا على المصنع عندي، بفضل الله واجتزنا الريبورت، والريبورت هيترفع ان شاء الله خلال ايام. ده قليل الأول اللي بيكتزوه، خلي بالك. الحمد لله يعتبر احنا تاني شركة في مصر اللي هيكون معاه سميتا نباتات طبية وعطرية، هنكون وبفضل الله شركة الاس جي اس عملت الاودت من حوالي اسابيع عدت. ده بيتاح لك ايه يا ربيع؟ ده بيفتح لي اسواق في امريكا، اسواق كبيره جدا، بحيث ان احنا نتوسع بدخول المنتجات بتاعتنا للسوق الامريكي. طبعا بالاضافه احنا بنحاول نكون جزء من خطه التنميه اللي عملها الدوله وعملها سياده الرئيس، بنحاول بقدر المستطاع نكون جزء كويس جدا وكبير جدا وفاعل جدا من الخطه دي. الحمد لله احنا بقينا خاضعين كشركة للمنظومة الجديدة، منظومة سلامة الغذاء. تم اعتمادك خلاص؟ الحمد لله خلال أسبوع أو عشر والله فرحان بك جدا. الله يخليك يا أستاذ محمد، إن شاء الله خلال الأسبوع هنكون إن شاء الله داخل الليستة البيضة إن شاء الله. دي كلها منتجاتك؟ طبعا دي المنتجات بتاعتنا. إحنا عندنا برندين، كلانديولا هيربس جروب، عندنا كلانديولا هيربس كومباني، وعندنا كلانديولا هيربس سبايسز. المنتجات بتاعتنا الفرق بينهم بقى هما الاثنين، كلانديولا هيربس سبايسز ده برند جديد احنا ضفناه على البراند القديم. في معرض جلف فود 2022 قابلنا شركه مصريه متخصصه في منتجات الشوفان، وابدعوا بجد لدرجه ان شركات كتير اتعاقدت معاهم لتوريد الانتاج لاسواقها. تعالوا نقابلهم. استاذ كرم عنتر مدير المبيعات والتصدير في شركه 4A نوتريشن. الفور اي ليها معنى، ولكن مش هقول لك ان انا جاي من القاهره عشان اقابل حضراتكم. ليه بقى؟ لان انتم بتشتغلوا في منتجات الشوفان، جميع منتجات الشوفان. ما فيش شركه في الجناح المصري 94 شركه بتشتغل في منتجات الشوفان غير شركه لينو. ايه اللي خلانا اتجهنا، ومعناها ايه الفور اي اللي مكتوبه؟ عايز افهم. شركه 4A نيتريشن احنا بفضل الله بقالنا في السوق المحلي حوالي 6 سنين. تمام. طبعا كل شغلنا الشاغل ان احنا نقدم منتج يكون حاجه محترمه وحاجه كويسه جدا، سواء للمحلي لوكال او في الاكسبورت للتصدير.
شركة فور اي نيتريشن هم عبارة عن أربع أصدقاء اتعرفوا على بعض في الجامعة. تمام. أربعة: أحمد، أحمد أيمن، أحمد شلبي، أحمد صدقي، أحمد الشامي. فور اي، فور اي اي فنم. تمام. وحبوا أن هم يعملوا فكرة كويسة. كليات إيه بقى؟ في كليات صيدلة. تمام. اتنين كلية صيدلة وجامعة أمريكية. يعني الناس فاهم احنا بنعمل ايه. طبعا اكيد. وفاهم عن ايه اكل، وفاهم عن ايه صناعة كمان. والحاجات دي كمان بعد دراسة كمان سيادتك، ان احنا ايه افضل حاجة ان احنا نجيبها. تمام. بحيث ان احنا نقدم حاجة كويسة وحاجة قيمة جدا. تمام. من ناحية طبعا العناصر الغذائية، وفي نفس الوقت برضو الشوفان شوية مش واخد حقه شوية في السوق المصري وفي الصناعة كمان. مظبوط سيادتك. هو الشوفان مادة قيمة غذائية عالية جدا، بروتين، ألياف، يعني كل العناصر الجسم بيحتاجها موجودة في الشوفان. عندنا كم منتج النهاردة من الشوفان؟ حوالي 42 منتج سيادتك. 42 بفضل الله منتج. باستا وكورن فليكس وحاجات كده. ما شاء الله عليكم بجد والله. وجرانولا، وان شاء الله كمان يعني احنا بندرس برضه حاجات تانية ان شاء الله محتاج ليها السوق عالميا ومحليا برضه. يعني ان شاء الله زي اللبن كده، لبن من الشوفان او جبنه من الشوفان او شعريه سرعه التحضير من الشوفان. فده كله يعني بفضل الله بنفكر فيه، يعني شغالين على كده الحمد لله رب العالمين. 42 منتج استقبلهم ازاي جالف فود السنه دي 2022؟ الحمد لله. طبعا جلف فود من اكبر المعارض الدوليه بصراحه، يعني حد حاجه كويسه جدا في التنظيم في كل حاجه بصراحه. وكمان احنا بنستهدف كمان بفضل الله، احنا بالمناسبه احنا دخلنا كل الدول العربيه بفضل الله في خلال سنه وثلاث شهور بفضل ده، توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. والحمد لله كمان بنستهدف كمان الفتره الجايه ان شاء الله نخش اوروبا ونخش كمان على دول افريقيا باذن الله.